بداية قراءتنا لأبرز عناوين هذا الأسبوع من موقع صحيفة المشهد اليمني ونطالع فيها. رئيس الجمهورية يدعو اليمنيين للوقوف مع مشروع الدولة الاتحادية ويجدد تمسكه بالسلام. وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي والمنظمات لدعم اليمن للتخفيف من آثار الحرب واستئناف العملية التنموية. الوكيل الكثيري حضرموت حصلت على جزء كبير من حقوقها في عهد الرئيس هادي.